الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري قال اليوم على هامش انعقاد هيئة إدارية جهوية استثنائية في القصرين بحضور 3 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني، وبعد الاحتفاظ بالكتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالقصرين سانكي أسودي، قال بأن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد تفاعلا مع تطورات القضية مع اتخاذ جملة من القرارات الاستباقية سيتم الإعلان عنها في إبانها. وبخصوص أهم القرارات اللي من الممكن اللجوء إليها من الاتحاد العام التونسي للشغل، يوضح الطاهري ويقول أنه وقع اتفاق في الهيئة الإدارية على عديد النقاط اللي باش يتم دراستها والإعلان عليها في الإبان في علاقة بتطور أحداث القضية، وقال بأن المنظمة الشغيلة مستعدة لكل الأشكال القانونية، وأكد تبني الاتحاد لقضية الكتب العام الجهوي الموقوف، وقال نعتقد أنها قضية عادلة والملف لا يستحق كل هذه العملية الاستعراضية. وكشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عن تداول الهيئة الإدارية على خلفيات القضية اللي اعتبرها استهداف للاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الحادثة غير معزولة باعتبار وجود قضايا أخرى ضد نقابيين بلغت الطرد وتلفيق التهم والإيقاف عن العمل وإحالات على القضاء دون موجب حسب تقديره. من جهة أخرى أشار الطاهري لأن ولاية القصرين في حاجة إلى حل مشاكلها وملفاتها، ولا يتم ذلك بإلهائها بقضايا جانبية جوفاء حسب تصريحه. وقال عجلة التنمية المتوقفة في القصرين لا يمكن معالجتها بإلقاء كاتب عام جهوي بالسجن، وكأنه يتحمل مسؤولية السياسات والخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة. وذكر بأنه الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والاتحاد العام التونسي للشغل قد ساهم في عديد المحطات في تقديم حلول لمسألة التنمية والتشغيل والظروف الصعبة في عديد القطاعات اللي تحل مشاكلها بصفة تشاركية وليس بطريقة استعراضية أو بإلقاء التهم جزافا حسب تعبيره. واتحاد الشغل وبعض القيادات كانوا اعتبروا أن إيقاف الكتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين هو استهداف للمنظمة الشغيلة حسب تعبير الاتحاد. في قضايا أخرى، إيقاف ناشط في المجتمع المدني تهمة تزوير وثيقة رسمية من أجل دعاية انتخابية. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد ناشط في المجتمع المدني على خلفية نشره لوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل ختم وإمضاء كاتب عام بلدية سوسة وتتضمن مضمون مخالف لمحتواها الأصلي اللي وقع حذف. وتضمنت الوثيقة محتوى دعائي ومساندة لأحد المترشحين للدورة الثانية للمجالس المحلية نصبت لبلدية سوسة. من جهة وضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ياسين جازا أنه مترشح منافس تقدم بشكية لفائدتهم بخصوص هذا التجاوز، فسرعت الهيئة على مستوى جهوي ووطني في البحث والتحري في مضمون الشكية. وتأكدت الهيئة من حياد الإدارة أي بلدية سوسة وتبرئتها من مضمون الدعاية. وبلدية سوسة تقدمت في شخص ممثلها القانوني بشكية من أجل التدليس واستعمال ومسك مدلس، وسبق وأن نشرت البلدية أعلام وضحت من خلاله أن الوثيقة اللي تم استعمالها تحمل ختم وإمضاء بلدية سوسة مدلسة وتعتبر شبهة تزوير بلاغ وإمضاء وانتحال صفة. المحكمة الإدارية أفادت اليوم بأنها تلقت إجمالياً منذ يوم الثلاثاء الماضي وإلى غاية اليوم على الساعة 5:30 مساءً 11 طعن ضد النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الثانية. وأضافت المحكمة في بلاغ أن الدوائر الاستئنافية ستنطلق ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الأحد القادم في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطور الأول من الطعون المذكورة لتلقيها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والتصريح بمنطوق ومآلات الأحكام الصادرة عنها ابتدائياً.
البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم مشاريع وزارة التعليم العالي. استقبل منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي المدير التنفيذي لمجلس إدارة البنك الدولي وممثل البنك الدولي بتونس والوفد المرافق لهما. وهذا اللقاء تناول التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي بتونس في إطار المشاريع الثنائية، من ذلك مشروع بخوميس المتعلق بدعم التشغيلية والحوكمة في قطاع التعليم العالي. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية مواصلة هذا التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ونوه بالنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين. أفاد الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحاف في مداخلة هاتفية خلال تصريح إعلامي بانتشال 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين أبحروا من سواحل جبنيانة صفاقس بعد غرق مركبهم على بعد 900 أميال شرق مدينة الشابة من ولاية المهدية. وكان على متن القارب الذي يرجح أنه حديدي 42 مهاجر سوداني حسب تصريح زوز من ناجين. وأفاد فريد بن شحا أن هؤلاء المهاجرين متحصلين على بطاقة اللجوء من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد المتحدث أن وقع فتح بحث تحقيقي في الغرض، ووفق المؤشرات الأولية فإن هذه العملية قد تصنف اتجارا بالبشر أو تكوين وفاق إجرامي قصد اجتياز الحدود البحرية خلصة. وقد أسند قاضي التحقيق إنابة عدلية لفرقة الإرشاد البحري بالمنطقة البحرية بالمهدية لإجراء الأبحاث، فيما تواصل الوحدات العائمة عمليات البحث قصد إنقاذ ناجين أو انتشال مزيد من الجثث. وزير الخارجية نبيل عمار تسلم اليوم بمقر الوزارة نسخة من الأوراق التي تعتمد أليساندرو بروناس سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الإيطالية في تونس. ومثل اللقاء مناسبة للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والدفع القوي الذي شهدت هذه العلاقات بفضل الرؤية المشتركة التي تجمع قيادتي البلدين حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك حسب بلاغ وزارة الخارجية. ويذكر أن تونس وإيطاليا يعني تجمعهم الكثير من الملفات، لعل أبرز هذه الملفات هي ملف الهجرة. وفي آخر زيارة لرئيس الجمهورية مؤخرا إلى روما كان شدد على أنه ملف الهجرة يكمن حله بتضافر كل الجهود، وهناك